لو أنت موظفا في أحد القطاعات وطلب منك مديرك أن تطور منتجا أو خدمة جديدة، أو تفسر بيانات لانخفاض قيمة منتج ما، أو تقارن خدمة قدمت في السنوات السابقة، قد تكون الطريقة المعتادة هي جمع البيانات مع بعض العمليات والرسوم البيانية. الموضوع أكبر مما تتوقع. ولأجل فهم الموضوع بشكل مفصل، طرحت منصة KKUX برنامج تحليل البيانات وتمثيلها لتتعلم كيف تستغل البيانات لصالحك بمنهجية واضحة وفهم أعمق لتحقيق الهدف. وهذا البرنامج ينقسم إلى ثلاث مهارات أساسية. المهارة الأولى هي مقدمة في علم البيانات، وفيها سنتحدث عن أهم المفاهيم الأساسية في تحليل البيانات ومراحلها، كما أننا سنتطرق إلى مفاهيم معرفة المتغيرات والعلاقات فيما بينها، وكما أننا سنتطرق إلى أيضا خوارزميات تعلم الآلة. في الجزء الأول أو في الأسبوع الأول راح نتكلم عن أهم المكتبات البرمجية في لغة R ومراجعة بشكل عام على لغة R. بعد ذلك سننتقل إلى كيفية كتابة الدوال الذاتية في باستخدام لغة R، وبعد ذلك كيفية إنشاء مكتبة برمجية باستخدام لغة R. في الأسبوع الثالث إن شاء الله راح نأخذ بعض المشاكل الحقيقية في الواقع ونحاول سوية أن نقوم بتحليلها. في الجزء الأخير راح نتكلم بإذن الله عن لغة R Shiny. التصوير البيانات له علاقة بعين الإنسان، أو مصطلح نسميه الإدراك البصري، وعناصر جذب الانتباه. عشان كذا في هذا المهارة بإذن الله راح نتعلم أساسيات ومفاهيم تصوير البيانات وعلاقتها بالإدراك البصري وعناصر جذب الانتباه.